علي الحقيقه ويمكن فيديو كمان بحكم ان هم اشتغلوا مسرح فعندهم قصه الارتجال متعودين عليها. ويمكن في مسلسل لهفه يعني بحكم مسلسل ارتجال. ايوه بالظبط كنت بترتجلوا كتير. كان بالنسبه لك ده في مسلسل بقى وانت مش على خشبه مسرح قصه انت بترتجل بتعيش حياتك عادي في المسلسل بتقول اللي انت عايزه كان عامل ازاي يعني؟ هو اهم حاجه في الموضوع فعلا الروح اللي كانت موجوده. عمرك ما تعرف ترتجل مع ناس قفشه او انت مش حبيبهم. طالما الناس حلوه وبتحبك وحاسه ان انت كويس وعايز تعمل حاجات كويسه خلاص هتلاقي نفسك بقى بترتجل معاهم وتالف حاجات ونفكر. فهو المسلسل كان كله كده، كل اللي فيه ما شاء الله كلهم روحهم حلوه. وهي الروح الحلوه بتطلع الحاجه جامده، بتطلع شغل حلو يعني. طبعا طبعا. طيب يمكن فيديو كان مش اول مره يقف قدام استاذ سمير غانم، وبالنسبه لاي حد ممثل كوميدي وخصوصا ان هو بيبدا يروح يقف قدام سمير غانم، استاذ سمير غانم طبعا يعني ملك الكوميديا، حسيت بايه؟ انا كان يعني حلم من احلام حياتي ان انا امثل معاه اصلا. والله العظيم والحمد لله اتحقق. لان فاهم اي حد كوميديان زي ما انت قلت بيبقى نفسه يمثل مع الناس دي طبعا. فطبعا استاذ سمير غانم اسطوره من الاساطير. فان انا امثل معاه واقول افيهات معاه وهو كان حبيبني واجي يقول لي تعالى مش عارف هنعمل ايه النهارده مش وانا في مشاهد كنت بموت من الضحك اقسم بالله. انا في مشهد قعدنا نعيده بتاع 4-5 مرات مش قادر واقف كل ما يخش يقول شوف اما اقول لك دي تمام وانا ما اقدرش. كان نفسي امثل معاه، كان نفسي اشوفه اصلا. فشفته ومثلت. بيقول عليك لسع يا علي. بيقول عليا لسع. ما انا لسع ساعات ساعات يعني مش دايما اغلب الوقت لازم نتكلم بقى.